ما بيتعب من المسرح ومن الحكي، حامل السلم بالعرض، كلمته كلمة، بيرسم بالكلمة ضحكة حلوة، ما بيقبل الغلط وما بيرضى يكون شاهد زور، كلامه بيوصل على السما مطرح ما الكلمة إلى معنى، ما بيقبل ينزل عن مسرح الأيام. ريمون جبارة، خشبة المسرح صليبة، ما قدرت تكون معنا اليوم شخصيا، انت معنا صوت وصورة، مسرح لإلك. وانت بتحتفل بذكرى الغائة، وقف نفسي يعني هيك لثواني، قلت انا كيف واحد بيحتفل بذكرى مش كثير حلوة؟ عادة نحن بلبنان معودين نحتفل بذكرى تأسيس جمعية، ونحشرنا كثير كثير بنعمل ذكرى لانتصاراتنا الوهمية، لأن عندنا كثير منهم. بس بعدين فكرت إنه الإلغاء كان من إلغاء بالنصوص مش بالنفوس، وهالشيء فاد القوات، يعني فاد بفكر إنه القوات زادوا أكثر قوة وزادوا أكثر إيمان. بس هذا لا يمنع انه انا عاتب على حكيم، عاتب عليه لي، لان كان وقتها ترجوه يعمل وزير. يمكن لو عمل وزير كان بقى السلاح للقوات وبقى الحزب، وبعدين يمكن كان تقاسم جبني مع بسلاح وما بيعملها. بس انه كان من الرؤساء، لان هي جمهوريه بثلاث روس، كانت فيها تكون باربع روس خمس روس، كان في يعمل مثل غيره، بس يروح على شي دوله اوروبيه ويتمشى بحدائق لوكسمبورغ ويكافح من هونيك، بدل ما يقعد تحت الارض بمدري اي طابق، ونعطي الهم ونصلي له تم يصير له شيء. بيقولوا انه يولد الانسان حرا، هذا شيء مش مظبوط، انا ماني فيلسوف، بس نولد عبيدا من قاتل نصير احرار. بس الوحيدين اللي بيولدوا مهمين هن الثوار، يا بيولد سائر يا بيولد تابع الواحد. هالشيء بذكرنا لما ثورة كوبا انتصرت، وكانت معمولة من اثنين، من جيفارا ومن باتيستا، من كاسترو. لما انتصرت الثورة فات على القصر كاسترو، شط طريقه على الكرسي. جيفارا ما بيهمها شيء، بيهم جيفارا سائر مزبوط، والسائر بقى نوع من القديس. ترك له الكرسي لكاسترو وحمل باروته وراح يفتش على شعوب عايزه ثورة. يلي بيفرق الحكيم عن غيره، الغير ضله لابس حقده وضله لابس ماضي، يعني ما يقدر يطلع منه. أنا أول مرة بشوف حكيم بعد خروجه من نعيم وزارة الدفاع، كان مسقب بتشرين بالأرز، كنت قاعد أنا وياه رعدة الدنيا. قال لي ريمون هي أول مرة بسمع راد. قلت له كيف حكيم؟ قال لي تحت الأرض ما بسمع، ما كان يسمع راد حتى. على كل جهات نحن، أنا مواطن لبناني ما بقاش عندي كثير عيشه، بس بحب لاولادي يعني انه من هلا ورايح انه يكون الزعماء مش كذابين، يكون مش المفسد يحكي عن محاربه الفساد، والطائفه من اجري لراسه طائفه يحكي عن الغليات الطائفيه. يعني بدنا رجال تقول الحقيقه، هذا بينقصنا بالمين، رجال تقول الحقيقه على حساب كل شيء، على حساب حياتها كمان. وبدنا غيرة السياسيين من بعضهم ما تكون للوطن، غيري على الوطن مش غيري من بعضهم. مثل ما عم نشوف اليوم ناس بيفتحوا تواريخ سوداء، نسيوا العالم ونسيوا الكل، يعني بس لحسن وراء صوت انتخابي او زعيمه ما لها مش حقيقي. يعني هكذا جهات ما في شيء بروح لورا، ان شاء الله لبنان بروح لقدام، وان شاء الله بتكون هالزي الذكرى انبعاث جديد للشباب ومحاسبين القوات ومحبيهم.